السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص مادة التاريخ على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصري. النهاردة أبنائي وبناتي زي ما احنا اتعودنا بقالنا فترة بنراجع ما درسناه خلال الترم الأول حضارة مصر القديمة، وزي ما احنا متعودين في شوية حاجات احنا بنهتم بيها زي الخط الزمني، واحنا دايما بنبقى حريصين على حاجات معينة تبقى موجودة معانا أثناء الشرح وأثناء المراجعة، بتبقى ضرورية علشان بتفيدني في المراجعة. النهاردة أبنائي وبناتي طلبوا مني أسلط الضوء على العصور التاريخية. زي ما احنا اتفقنا في حصة المراجعة السابقة إن احنا بنحدد حسب ما انتوا تطلبوه اجزاء معينه نسلط عليها الضوء، نشرحها ونلقي عليها اسئله، وبعد كده نستكمل حصه المراجعه باسئله متنوعه. ابنائي وبناتي طلبوا مني نركز النهارده على الجزء الخاص بالعصور التاريخيه. العصور التاريخيه اللي احنا سبق ودرسناها في درس الحضاره والتاريخ، عرفنا إن العصور التاريخية المؤرخين قسموا العصور التاريخية إلى عصور قديمة، طبعا عصور ما قبل التاريخ ودي قبل معرفة الإنسان بالكتابة، والعصور القديمة اللي تبدأ بالألف الرابعة قبل الميلاد وتنتهي سنة 476 ميلادية، اللي عند نهايتها تبدأ العصور الوسطى وتستمر لحد 1453 ميلادية، اللي بنفس التاريخ بنبدأ بيه العصور الحديثة اللي بتستمر معانا لحد 1914، اللي نفس السنة دي بنبدأ بيها العصور المعاصرة أو ما بعدها العصور المعاصرة لحد اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها الآن. يبقى العصور المعاصرة تبدأ من 1914 إلى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها حاليا، وهنعرض فيه سمات كل عصر وخصائصه وهنعرض شوية أسئلة عليه. طبعا احنا بنستغل الخط الزمني أو الخريطة الزمنية بإن احنا نستفيد بيها وبنحط عليها المعلومات بتاعتنا والحقائق التاريخية. طبعا لو انتوا رجعتوا لدرس الحضارة والتاريخ وانتوا رجعتوا للجزء اللي احنا شرحناه ده كنا شرحناه بالتفصيل، بس عشان النهارده احنا في حصة المراجعة هنحطه بشكل ينفع للمراجعة عشان استفيد منه في الإجابة على الأسئلة. احنا طبعا عصور ما قبل التاريخ عصور قبل معرفة الإنسان بالكتاب. هبدأ ان احنا هناخد احنا بناخد النهارده العصور التاريخية، يعني عند اختراع الإنسان للكتابة امتى؟ في الألف الرابعة قبل الميلاد اللي هي العصور القديمة. العصور القديمة دي خصائصها وسماتها إيه؟ إيه خصائص وسمات العصور القديمة؟ أول حاجة عندي قيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط. زي إيه؟ زي الحضارة المصرية القديمة اللي إحنا درسناها طوال الترم ده، وحضارة بلاد العراق القديم وفينيقيا هندرسهم إن شاء الله في الترم القادم، وحضارة بلاد فارس. طيب يبقى في العصور القديمة قامت حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط. طيب إيه كمان؟ قال لي كمان في العصور القديمة اكتشف الإنسان الزراعة. اكتشف الإنسان ليه الزراعة؟ ودي طبعا مش هقول لك أحد أهم، دي أهم أسباب قيام الحضارات القديمة، لأن الإنسان لما استقر على الوادي الوديان أو على الأنهار عرف حرفة الزراعة، فهذا الاستقرار خلاه اللي هو يتجمع مع بعضه ويتكون مجتمع بشري. هذا المجتمع البشري بدأ يستفيد من موارد بيئته، وهذه الاستفادة نشأ عنها الحضارات العظيمة اللي احنا اتكلمنا عنها في مصر وهنتكلم عنها إن شاء الله في الحضارات اللي هندرسها في الترم القادم. اكتشاف إنسان الزراعة دي ساعدت على استقراره وبناء المقاهي، طبعا دي ساعدت على استقرار. ايه كمان؟ عندي كمان بناء المقابر ومعرفته للكتاب. يبقى دي خصائص او سمات العصور القديمة.
تمام يا شباب. طيب دي بتبدأ من 1004 قبل الميلاد ل 476 ميلادي. طيب العصور الوسطى بقى زي ما قلت لك كده تبدأ ما بعد 476 ل 1453. خصائصها ايه العصور الوسطى؟ قال لي خصائصها هي انتشار المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى مناحي الحياة. دي بالنسبة للغرب. بالنسبة للغرب انتشار المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا على شتى مناحي الحياة. قيام نظام الإقطاع في أوروبا وسيطرة الجهل والتخلف. طيب أما في الشرق هنقول ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي وانتشار الفتوحات الإسلامية، ومع انتشار الفتوحات الإسلامية ازدهار الحضارة العربية الإسلامية من الصين شرقا وحتى الأندلس غربا. يبقى العصور الوسطى عندي هنا صبغة دينية في الغرب وفي الشرق، تمام؟ العصور الحديثة دي تبدأ ما بعد 1453 لحد 1914. العصور الحديثة دي حصل فيها إيه؟ حركة الكشوف الجغرافية، قيام حركة الكشوف الجغرافية، وقيام الثورة الصناعية، وظهور النهضة الأوروبية، وحركة الاستعمار الأوروبي. حركة الاستعمار الأوروبي دي خصائص العصور الحديثة: الكشوف الجغرافية، ثورة صناعية، نهضة أوروبية، واستعمار، وحركة استعمار أوروبي. تمام؟ طيب عندي وبعدين هنبدأ أو هندخل على العصور المعاصرة في 1914 أو ما بعد 1914. خصائصها حركات التحرر والاستعمار، حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار من مين؟ من اللي حصل في العصور الحديثة؟ يعني في العصور الحديثة حصل حركة استعمار أوروبي للدول الإفريقية وشمال إفريقيا والوطن العربي والحاجات دي كلها. حصل حركة استعمار في العصور الحديثة. في العصور المعاصرة حصل حركات تحرر واستقلال من هذا الاستعمار. يبقى هنا في العصور الحديثة حركة استعمار، في العصور المعاصرة حركات التحرر والاستقلال من الاستعمار. تمام؟ طيب إيه كمان من خصائص العصور المعاصرة؟ شهدت حروب عالمية مدمرة للبشرية. في الحرب طبعا 1914 دي بداية الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى من سنة 14 ل 18، والحرب العالمية الثانية من 39 ل 45. تمام؟ يبقى أنا عندي من خصائص العصور المعاصرة حروب عالمية مدمرة، الحربين العالميتين الأولى والثانية. إيه كمان في العصور المعاصرة حصل؟ هبوط الإنسان على سطح القمر وكواكب أخرى، غزو الإنسان للفضاء وهبوط الإنسان على سطح القمر وكواكب أخرى. كمان العصور المعاصرة شهدت ثورة معلوماتية وتكنولوجية واختراعات علمية متنوعة. طبعا الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية متنوعة كتيرة ومتنوعة كل يوم، يعني لا نعدها من كتر ما هي كل يوم العلم فيه جديد. لكن في العصور المعاصرة حصل كمان تفشي الأمراض الخطيرة وتلوث للبيئة. طبعا تفشي الأمراض والأوبئة، وطبعا من أهمها ومؤخرا كوفيد-19 اللي هي كورونا، الفيروسات دي كلها حصلت وبتحصل في عصرنا الحالي. تمام؟ دي ببساطة إيه يا شباب؟ دي خصائص وسمات العصور التاريخية. احنا درسناها بالتفصيل زي ما قلت لكم في حصة الحضارة والتاريخ، لكن النهاردة هنعمل عليها مراجعة سريعة ونشوف أسئلتها، ثم ننتقل إلى أسئلة إيه أخرى متنوعة للمنهج كله. طيب دي المادة التاريخية اللي موجودة عندي. تعال نشوف الأسئلة ممكن تجي لي إزاي. يجي لي كده سؤال مقالي ويقول لي: كانت بلاد الشرق مهد الحضارات، أيد مصداقية العبارة تاريخية. هنا بيقول لي سؤال مقالي: كانت بلاد الشرق مهد الحضارات، أيد مصداقية العبارة تاريخية. تعال نرجع كده للخط الزمني أو للخريطة الزمنية. آه فعلا قيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط، أمتى الكلام ده؟ في العصور القديمة.
هنا بيقول لي أي صحة العبارة تاريخيا؟ هقول له أيوة فعلا العبارة صحيحة، والدليل بتاعي أنا عندي حضارة عريقة زي الحضارة المصرية، وحضارة بلاد العراق القديم، وحضارة فينيقيا، وحضارة بلاد فارس. يبقى إيه الإجابة يا شباب؟ يبقى الإجابة كده عندي ظهرت حضارات مزدهرة في بلاد الشرق أمتى بقى؟ في العصور القديمة، في العصور القديمة، في الحضارة الفرعونية في مصر، حضارة بلاد الرافدين في العراق، الحضارة الفينيقية في بلاد الشام، الحضارة الفارسية في بلاد فارس. شايفين الإجابة بسيطة قوي، افهم السؤال كويس هتعرف تجاوب بشكل صحيح، صحيح جدا. تمام، طيب تعال ناخد سؤال كمان. قول لي بدأ استخدام الآلات المعتمدة على الطاقة في العصور القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصرة؟ آلات معتمدة على الطاقة، يا ترى فين؟ احنا لسه قايلين دلوقتي من خصائص العصر هو ده. مين الشاطر اللي هيقول لي؟ اهو نرجع تاني كده، النهضة، الثورة الصناعية. يبقى أنت يا شباب في العصور الحديثة. تمام، يبقى إيه؟ يبقى الإجابة في العصور الحديثة. تمام، يبقى إحنا يبقى المعلومة عندي أنظمها عشان تبقى الإجابة عندي صحيحة وما استغرقش فيها وقت في التفكير. طيب، تم اكتشاف الأراضي الأسترالية في العصور التاريخية، هي حركة الكشوف الجغرافية كانت من سمات أي عصر؟ هل من سمات العصور القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا المعاصرة؟ حركة الكشوف الجغرافية، يلا نعتمد على الذاكرة، مش هرجع أنا للخريطة الزمنية، نعتمد على الذاكرة كده، حركة أي حركة للكشوف الجغرافية على طول أعرف على طول إنها العصور. برافو عليكم، العصور الحديثة. تمام، عايزين نتفق مع بعض كده على بعض المفاتيح، أي اكتشاف للأراضي أعرف على طول إنها عصور حديثة، أي نهضة صناعية أعرف على طول إن هي عصور حديثة، أي استعمار أعرف إنها عصور حديثة. تمام يا شباب، طيب يبقى أنا هنخلي أنا عندي مفاتيح للإجابة كده، عارفة كل سمة عصر، وممكن السؤال إزاي يجيلي أعرف أجاوبه بكل بساطة وبكل سهولة. طيب العنصر المؤثر في أحداث العصور الحديثة هو إيه؟ أنا لسه عندي العصور الحديثة وبتناولها بالشرح وبالتفنيد بالأسئلة. يا ترى العنصر المؤثر في أحداث العصور الحديثة إيه؟ هل الحضارة اليونانية والرومانية؟ ولا النهضة الأوروبية؟ ولا الحضارة العربية الإسلامية؟ ولا حضارة بلاد فارس؟ إيه العنصر المؤثر في أحداث العصور الحديثة؟ عنصر مؤثر، يبقى إيه؟ حضارة يونانية ورومانية؟ ولا نهضة أوروبية؟ ولا الحضارة العربية الإسلامية؟ ولا حضارة بلاد فارس؟ برافو عليك، النهضة الأوروبية. أنا بتكلم على العصور الحديثة. نرجع كده نفتكر مع بعض الخط الزمني. أجيب لكم الخط الزمني، الخريطة الزمنية بتاعتي. يا ريت تعملوها سكرين شوت وتبقى معاكم وتبقى سهلة جدا إنك ترجعوا لها في المذاكرة. أنا عندي نهضة أوروبية، نهضة أوروبية. تمام؟ يبقى أنا عندي حركة الكشوف الجغرافية، ثورة صناعية، استعمار أوروبي. أنا جيلي في السؤال إن العنصر المؤثر اللي حصل في العصور الحديثة هو إيه؟ تبقى الإجابة بتاعتي النهضة الأوروبية. تمام يا شباب؟ يبقى إحنا كده عارفين إن إحنا من خلال تنظيمنا للإجابات أعرف أجاوب على طول بسهولة ويسر على إيه يا أولاد؟ على الأسئلة عندي. ماشي؟ يبقى ده بالنسبة لإجابة السؤال بتاع النهضة الأوروبية. الحضارة اليونانية والرومانية كانت في العصور القديمة، الحضارة العربية الإسلامية كانت في العصور الوسطى، حضارة بلاد فارس كانت، الحضارة اليونانية والرومانية كانت في القديمة، الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى، حضارة بلاد فارس كانت في العصور القديمة. يبقى النهضة الأوروبية كانت أمتى؟ في العصور الحديثة، وكانت بالفعل لها تأثير في أحداث العصور الحديثة، العصر الحديث يعني. سؤال كمان، يعد الاحتباس الحراري أحد ملامح العصور. الاحتباس الحراري اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي، اللي قام فيه طبعا مؤتمر كوب اللي تم عقده بمصر بمدينة شرم الشيخ، اللي كان تناول فيه التغير المناخي والاحتباس الحراري والاحتراز الحراري والحاجات دي كلها. عفوا،
فالاحتباس الحراري احد ملامح العصور ايه، القديمه ولا الوسطى ولا الحديثه ولا المعاصره؟ انا بتكلم دلوقتي على حاجات احنا بنحس بيها حاليا، وتم عقد مؤتمر على كده، والمؤتمر ده كانت دورته في 27، بدأ من سنة 95 واستمر لحد هذا العام في وعقد في مصر، وهيستمر إن شاء الله للسنوات القادمة. يبقى أنا بتكلم إن ده أحد ملامح إيه يا شباب؟ العصور المعاصرة. يبقى الاحتباس الحراري أي حاجة خاصة بالمناخ والتغير المناخي، أعرف على طول إن هو تابع للعصور إيه اللي إحنا بنعيش فيها حاليا، العصور المعاصرة. تمام؟ طيب لو جالي هنا الأوبئة والأمراض، أحد ملامح العصور إيه؟ برضو العصور المعاصرة أو التاريخ المعاصر. طب لو قال لي مثلا الكوفيد 19 اللي هي كورونا، برضو أحد ملامح العصور المعاصرة. تمام؟ ناخد كمان سؤال على الجزء الخاص بالعصور التاريخية، يقول لي هنا عالج التاريخ المعاصر بعض الأخطاء اللي حدثت في العصور الحديثة، ويتضح ذلك من خلال إيه؟ هبوط الإنسان على سطح القمر، الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، ظهور حركات التحرر من الاستعمار، ولا التكنولوجيا الحديثة؟ طب تعال نرجع تاني للسؤال، هنا بيقول لي عالج حاجة كانت كويسة وتمت معالجتها في التاريخ المعاصر. يا ترى يعني عالج التاريخ بعض الأخطاء اللي حصلت في العصور الحديثة، يا ترى إيه الحاجة اللي عالجها التاريخ المعاصر؟ أنا قلتها على فكرة وإحنا بنستعرض كده في عجالة العصور التاريخية. هل هبوط الإنسان على سطح القمر يعتبر خطأ؟ لا طبعا. هل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية تعتبر حاجة خطأ وإحنا بنحاول نصححها؟ لا طبعا. التكنولوجيا الحديثة في حد ذاتها؟ لا طبعا. أمال إيه؟ ظهور حركات التحرر من الاستعمار. وأنا قلت لكم وإحنا في بداية السيشن، العصور الحديثة خصائصها حركات الاستعمار اللي حصلت لبعض المناطق في أفريقيا وغيرها، أما في العصور المعاصرة بدأت تحصل حركات التحرر. فهنا السؤال تبقى إجابته ظهور حركات التحرر من الاستعمار. تمام يا شباب؟ كده إحنا استوفينا معالجة أو شرح الجزء اللي أنتوا طلبتوه اللي خاص بالعصور التاريخية، وعالجناه بالأسئلة المقالية والموضوعية، وطبعا في أسئلة أكتر من كده خاصة بهذا الجزء، بس ده عبارة عن تسليط الضوء على الجزء الخاص بالعصور التاريخية وإزاي إحنا بنفكر ونطلع الإجابة الصحيحة منه. تعالى بقى نستكمل حصتنا بمراجعة أسئلة عامة للمنهج كله. تمام يا شباب؟ طيب هنا يقول لي يرجع سر تميز الحضارة المصرية القديمة بالأصالة إلى إيه؟ طب أفهم أول الأصالة يعني إيه؟ أصالة الشيء يعني هي يعني الأصالة دليل إن هي صاحبة هذا الشيء. لما أجي أقول لك شيء أصيل، هذا الشيء معناه إن ده أنا اللي ابتكرته، اللي هو تم نشأته من خلالي، وتم يعني سر وجوده كان من خلالي أنا، من خلال الحضارة المصرية. الأصالة معناها إن هو لم يتم تقليده من مكان آخر أو من حضارة أخرى، ولكن نابع من المكان نفسه. ويا ترى بيقول لي هنا يرجع سر تميز الحضارة المصرية القديمة بالأصالة إلى إيه؟ كفاح أبنائها وتطوير أفكارهم، ولا استمراريتها آلاف السنين، ولا تواصلها الحضاري مع الشرق والغرب، ولا قدم تاريخها لأكثر من 7000 سنة؟ مين الشاطر اللي هيقول لي الإجابة الصحيحة هنا ممكن تكون إيه؟ تميز الحضارة المصرية القديمة بالأصالة ترجع لإيه؟ برافو عليك، كفاح أبنائها وتطوير أفكارهم. الأصالة نابعة من التفكير في الشيء والعمل على إنشائه، ويعني يكون نابع من الإنسان ونابع من مكان ذات نفسه، ما أخدوش من مكان آخر. لو أنا قلت هنا تواصل حضاري ما تبقاش أصالة، ولكن دليل التواصل. يعني أنا لو شلت السؤال هنا قلت يرجع سر مثلا إيه عراقة، أو مثلا نقول أي حاجة الحضارة المصرية القديمة بالتواصل الحضاري، إن هي تواصلت اللي هو تعتبر دمج، فيها عملية دمج بين الحضارات، فيها عملية اللي هو أخذ كل جديد، يبقى أنا عندي هنا تواصل حضاري. طب القدم؟ لا، ما ينفعش هنا القدم، ولكن
حتة تميزها بالأصالة يعني نابع من المكان ونابع من سكانه من شعبه. يبقى الإجابة عندي هنا كفاح أبنائها وتطوير أفكارها. وطبعا خلال الترم كله كنا بنتكلم على العنصر البشري اللي هو الشعب المصري، وقد إيه كان بيفكر ويبدع وينشئ بشكل رائع في جميع المجالات. تمام، طيب ناخد كمان سؤال. كان حرخوف أعظم رحالة في الدولة القديمة، تعددت رحلاته إلى الجنوب مما يدل على اهتمام مصر بيه. أنا عايزة هنا أحدد كلمة الجنوب. جنوب مصر اللي هو إيه يا أولاد؟ أنا بتكلم على جنوب مصر في الحضارات القديمة، يبقى بتكلم على طول على أفريقيا. تمام؟ يبقى بتكلم على أفريقيا. طيب كان، يبقى نرجع نقول للسؤال تاني. كان حرخوف أعظم رحالة في الدولة القديمة، تعددت رحلاته إلى الجنوب مما يدل على اهتمام مصر إيه؟ تنمية التجارة مع أفريقيا، اكتشاف البلاد الأفريقية، استعمار البلاد الأفريقية، تأمين الحدود الجنوبية. أنا عايزك لما تجاوب تجاوب في إطار وفي ضوء ما درست، يعني الحضارة القديمة، بتكلم على مصر القديمة. تمام يا شباب؟ يبقى تبقى الإجابة عندي إيه يا أولاد؟ تنمية التجارة مع أفريقيا. وأكبر دليل على كده حاجات كتير أوي أنت درستها في المنهج. أنت عندك مثلا حتشبسوت عملت رحلات إلى بلاد بونت، عندك كمان كمان عندنا الرحلة دوران حول أفريقيا بتاعت نخاو، عندنا ملوك كتير في الدولة الوسطى برضو اهتموا بالتجارة في أفريقيا. فده دليل على اهتمام مصر منذ آلاف السنين بتنمية التجارة مع إيه؟ مع أفريقيا. تمام؟ ناخد كمان سؤال. تقدم المصريين القدماء في الصناعات المعدنية، يعود إلى الصناعات المعدنية زي الذهب زي النحاس زي البرونز. في الصناعات المعدنية هذا التقدم يرجع لإيه؟ اهتمام الدولة باستخراج المعادن، ولا توفير الحماية لبعثات التعدين، ولا مهارة الصانع المصري القديم، ولا تقدير الدولة للحرفيين؟ لما قلت تقدم المصريين القدماء أنا بتكلم على الشعب المصري، بتكلم على الإنسان المصري متقدم ليه؟ ده بيرجع إلى إيه؟ طبعا هنا أكتر حاجة إيه؟ الإجابة الصحيحة مهارة الصانع المصري القديم. لأنه زي ما إحنا درسنا في درس الصناعات كنا عرفنا إن الصانع المصري عرف سر المهنة، عرف سر المهنة. يعني إيه أسرار المهنة؟ عرف أسرار المهنة لدرجة إن هو طوع كل حاجة للحاجة اللي هو عايزها، يعني استفاد من كل مورد استفادة متعددة ومتنوعة. فده يدل على مهارة الصانع المصري القديم، استفاد من المورد الواحد بأكتر من شيء. تمام؟ فده يدل على مهارته. تمام؟ ناخد كمان سؤال. يقول لي هنا ارتبطت الموسيقى في مصر الفرعونية بشكل كبير بالحياة. بتكلم هنا على الموسيقى وبسأل هي ارتبطت بأي شكل من أشكال الحياة؟ هل ارتبطت بالحياة السياسية ولا الاقتصادية ولا العلمية ولا الدينية؟ طبعا هنقول السياسية دي مستبعد، العلمية طبعا مستبعد، الاقتصادية ممكن واحد يقول لي ممكن في مجال الزراعة كان الإنسان المصري القديم وهو بيزرع كان بيغني وبيدندن كده، لكن ما كانش بشكل كورال بقى ومغنيين وطرب وكده، لا كان بيدندن في الحقل كده. يبقى الإجابة الصحيحة عندي يا أولاد إيه؟ يبقى الإجابة لما نقول ارتبطت الموسيقى بشكل كبير بالحياة، هي بالحياة الدينية في المعابد. تمام؟ في الحياة الدينية في كانت طقوس دينية وشعائر دينية سواء جنائزية أو تقرب للآلهة. يبقى ارتبطت الموسيقى في مصر الفرعونية بشكل كبير بالحياة إيه؟ بالحياة الدينية. محدش يقول الحياة الاقتصادية بجانب الزراعة، لا أبدا، ولكن أنا بقول هنا إيه إحنا بنقول بشكل كبير، يقول يبقى الحياة الدينية. تمام يا شباب؟ طيب ناخد كمان سؤال. جاء تأثر المنتجات النوبية ببعض الصناعات المصرية كنتيجة لإيه؟ أنا بتكلم هنا دلوقتي على المنتجات النوبية وبتكلم على تأثرها ببعض الصناعات المصرية. هذا التأثر، تأثر مين؟ المنتجات النوبية بمين؟ بالصناعات المصرية. هذا التأثر كان نتيجة لإيه؟
هل نتيجة للحروب المصرية النوبية هل سمعنا إن مصر قامت بحرب على النوبة؟ التجارة مع النوبة، زيارات النوبيين لمصر، البعثات العلمية المصرية للنوبة. طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى إيه يا أولاد؟ التجارة مع النوبة، إن مصر كانت بتمارس التجارة مع الجنوب ومن ضمنها النوبة. تمام، يبقى هذا التأثر نتيجة تجارة مصر مع النوبة. تمام، يبقى كده نخلي بالنا في اختيارنا للإجابة. تمام يا شباب، طيب ناخد كمان سؤال. عبادة المصريين القدماء للشمس تؤكد على اعتقادهم فيه؟ اتكلم على دلوقتي الحياة الدينية. عبادة المصريين القدماء لمين؟ للشمس. تؤكد على اعتقادهم فيه؟ الحياة بعد الموت، ولا العبادة الآتونية، ولا تعدد الآلهة، ولا الحساب بعد الموت؟ عبادة المصريين القدماء للشمس تؤكد على اعتقادهم بإيه؟ إيه أكتر إجابة صحيحة يا أولاد؟ تعدد الآلهة؟ لا، أنا بتكلم دلوقتي على الشمس، ما بتكلمش على آلهة أخرى. لو أنا قلت لك عبد المصريين عدد من الآلهة ومن ضمنها الشمس، يبقى كده ممكن أقول تعدد الآلهة، لأن أنا في جدر السؤال قلت لك إن المصريين عبدوا كثير من الآلهة، مثل البقرة، مثل كذا ومثل كذا، ومنها الشمس. فده يدل على إيه؟ هتقول لي تعدد الآلهة. طيب هنا إيه، لو أنا الحساب بعد الموت ملوش علاقة، علاقة الشمس بإن الإنسان متوفي يتحاسب ولا لأ؟ يا ترى تبقى الإجابة إيه؟ في الحياة بعد الموت. ليه الحياة بعد الموت؟ لأن المصر القديم شاهد إن الشمس تغيب، تموت، يعني تغيب أو تغرب ثم تعود للحياة مرة أخرى، اللي هي تشرق مرة أخرى. يبقى دليل الحياة بعد الموت، تؤكد على اعتقادهم في الحياة بعد الموت. تمام يا شباب؟ ما ينفعش أختار العبادة الآتونية. العبادة الآتونية كان ليها ما يعني ليها شكل آخر، وإحنا درسناه بالتفصيل لما درسنا لثورة أخناتون الدينية. عفوا، عندي سؤال كمان. قال أحد الحكماء: لا تفاخر وتزهو بقوتك. لا تفاخر وتزهو بقوتك. هنا بيجي لي عبارة أو مقولة وبيسألني عنها. مين اللي قال المقولة ده؟ واحد من الحكماء، حكماء مصر القديمة. يقول لي هذا النص يدعو إلى إيه؟ لا تفاخر وتزهو بقوتك. هل التوازن، ولا المساواة، ولا العدل، ولا التواضع؟ هنا بيقول له ما تتفاخرش وتزهو بقوتك. توازن في ايه؟ لا، مساواة، عدل. يبقى دليل او يدعو هذا النص الى ايه يا اولاد؟ الى التواضع. تمام، ركز قوي، وخصوصا في الحكم اللي بتبقى موجوده في الكتاب او تيجي لك على اساس ان انت درست ادب الحكمه عند المصريين القدماء. يعني ممكن احنا نستعين بحكم موجوده في الكتاب او حكم اجيبها من بره خاصة بالمصري القديم. تمام، واسألك هذه الحكمة بتدعو علينا. نركز في الحكمة جيدا، وعشان نختار اللي هي ايه بتدعو الى اي نوع من انواع اللي ايه الفضيلة اللي بتدعو عليها. تمام، ناخد سؤال كمان. نجح حر محب في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر بعد ثورة إخناتون الدينية من خلال الاعتماد على ايه؟ حور محب الدولة الحديثة جه إلى الحكم بعد ثورة إخناتون الدينية، فعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر من خلال الاعتماد على القوة العسكرية، ولا الثورة المضادة، ولا السلطة التشريعية، ولا القوة الاقتصادية؟ طبعا أبناء وبنات المذكرين كويس هيجاوبوا على طول وبسرعة، هيبقى إيه؟ برافو عليكم، على السلطة التشريعية. ليه اخترنا السلطة التشريعية يا شباب؟ لأن إحنا عارفين إن حور محب عمل مجموعة من القوانين تشد على زمام الأمور وتعيد زمام الأمور إلى البلد، وتضرب على أيدي الفاسدين وعلى أيدي المتلاعبين، وإن هي تعيد السيطرة إلى البلاد مرة أخرى. تمام؟ يبقى هنا السلطة التشريعية من خلال مجموعة القوانين اللي شرحها حور محب لإعادة الأمن والاستقرار لمصر مرة أخرى بعد الثورة اللي حصلت بعد ثورة أخناتون الدينية. تمام؟ ماشي يا شباب؟ يبقى نخلي بالنا في الإجابات. أنا مش عايزاكم نحفظ الأسئلة، عايزاكم تفهموا ما
ناخد السؤال وازاي نقدر نجاوبه. ناخد كمان سؤال، معلش الإجابة هنا ظهرت على طول، بدأت العصور التاريخية بمعرفة طبعا التدوين. تدوين ولا الزراعة والتعدين والصناعة؟ التدوين اللي هي إيه يا أولاد؟ اللي هي الكتابة. التدوين اللي هي الكتابة، تمام؟ يبقى كلمة الكتابة صح، التدوين صح، تمام. يبقى بدأت العصور التاريخية بمعرفة الإنسان التدوين أو معرفة الإنسان الكتابة، وإحنا عرفنا في 1004 قبل الميلاد، تمام. يعني ممكن برضو يقول لك بدأت العصور التاريخية أمتى؟ طبعا احنا الزمن مش بنسأل عنه، بس برضو لازم يكون عارفاه. 1004 قبل الميلاد. ليه 1004 قبل الميلاد؟ لما عرف الإنسان يكتب أو يدون، يبقى كلمة كتابة صح، كلمة تدوين صح، تمام؟ طيب أنا أمتى أختار الزراعة يا أولاد؟ خلينا كده في السؤال تاني ونشوف، أمتى أختار الزراعة؟ لما أقول إيه؟ عارف الإنسان الاستقرار، عندما احترف حرفة، عندما عرف حرفة الزراعة، يبقى الاستقرار، يبقى الاستقرار حرفة الزراعة علمت الإنسان الزراعة. حرف آسفة سوري، حرف اللي هو الاستقرار جاء من خلال معرفة الإنسان لحرفة الزراعة، تمام يا شباب. يبقى الزراعة خلت الإنسان يستقر، وبالتالي نشأت حضارة عظيمة. أما العصور التاريخية بدأت أمتى؟ بمعرفته بالكتاب أو معرفته بالتدوين زي ما موجود قصادكم كده، تمام. ناخد سؤال كمان، زادت حاجة مصر الفرعونية إلى استيراد الأخشاب. احنا هنا هنقول زادت، تمام. طيب ليه بقى زادت؟ انا هركز عليها عشان هنشوف الاجابه ايه. هل في العصر العتيق، ولا في عصر الدوله القديمه، ولا في عصر الدوله الوسطى، ولا في عصر الدوله الحديثه؟ خلي بالنا احنا بقول زادت حاجه مصر الى استيراد الاخشاب، يعني مصر كانت بتستورد الاخشاب، بس زادت حاجتها امتى؟ في اي عصر؟ يبقى زادت امتى؟ في عصر الدوله الحديثه. ليه بنقول عصر الدوله الحديثه؟ لان احنا عملنا اخشاب للبحر، للحروب البحريه اللي حصلت، هجوم على شعوب من شعوب البحر المتوسط. هذا الهجوم كان احد اسباب ان احنا نزود في السفن البحريه، فزادت الحاجه الى استيراد الاخشاب، تمام. اما استيراد مصر للاخشاب كان من عصر الدوله القديمه، لكن زادت الحاجه في الدوله الحديثه. أفرزت ثورة أخناتون الدينية قيم أخلاقية أهمها الشدة في فرض الأحكام، التمسك بالأفكار الدينية، الحكمة في معالجة الأمور، حب التملك والسيطرة. ثورة أخناتون الدينية أفرزت قيم أخلاقية أهمها إيه يا ترى؟ هل الشدة، ولا التمسك، ولا الحكمة، ولا حب التملك؟ برافو عليك. الحكمة في معالجة الأمور، لأن أنا عندي كان أخناتون عمل، يعني كان فرض عقيدته بالقوة، وده طبعا لا صد ولا هجوم من اللي حواليه، سواء من الكهنة أو من اللي حواليه. فده يعلمنا إن إحنا لما يكون عندي فكرة ومؤمن بيها وأنا صادق فيها، إن أنا يكون عندي حكمة في معالجتها، تمام. عندي سؤال كمان، تأثرت الكتابة المصرية القديمة في بعض مراحلها بكتابات الشعوب الأخرى. بضوء العبارة السابقة، الكتابة الأجنبية التي أخذت منها الكتابة المصرية القديمة هي يا ترى الفينيقية، ولا المسمارية، ولا اليونانية، ولا اللاتينية؟ إحنا هنا بنتكلم على تأثرت الكتابة المصرية في بعض مراحلها بكتابات الشعوب الأخرى، اللي هي إيه؟ برافو عليك، اللي هي اليونانية. لما إحنا قلنا الكتابة القبطية، الكتابة القبطية كانت مزيج ما بين الديموطيقية والكتابة اليونانية، تمام؟ دي عبارة عن تأثر في الكتابة المصرية القديمة في بعض مراحل، في بعض مراحلها. إحنا عارفين الكتابة المصرية مرت بعدة مراحل، هيروغليفي وهيراطيقي وديموطيقي وقبطي. فالكتابة القبطية تأثرت بالكتابة بالحروف الإغريقية أو بالحروف اليونانية، فكانت مزيج من الكتابة الهيراطية، الكتابة الديموطيقية، والكتابة اليونانية، فتبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي إيه؟ اليونانية. طب واحد يقول لي اللاتينية، لا اللاتينية دي إحنا بنبقى إيه، مرحلة تالية لليونانية اللي هي خاصة بروما. لكن الإجابة الصحيحة عندي هتبقى إيه؟ اليونانية. تمام يا شباب، السؤال ده مهم جدا، الناس بتتلخبط فيه.
ان الكتابه المصريه تاثرت في بعض مراحلها بكتابات شعوب اخرى، زي الكتابه اللي هو التواصل الحضاري اللي حصل في اواخر العصر المتاخر او بعد العصر المتاخر، حصل عمليه تواصل حضاري وكتبت وحصل مزج ما بين الكتابه الديموطيقيه والحروف اليونانيه، تمام، اللي هي الكتابه القبطيه. تمام، ناخد كمان سؤال من المصادر الأولية التي يمكن أن تحتوي على معلومات غير متخصصة، هي إيه؟ الاستراقة، النقود، والبرديات، ولا الآثار؟ طيب مبدئيا كده كل دول مصادر أولية. طيب تعالى بقى نرجع لسؤال تاني، من المصادر الأولية التي يمكن أن تحتوي على معلومات غير متخصصة، يعني تلاقي مكتوب عليها حاجات كتير قوي. الآثار بتبقى دايما إنجازات وأعمال او خبرات او حاجات دي كلها. برديات بيبقى مكتوب عليها برضو يا اما يعني حاجات دينيه، حاجات تخص الملك، الحاجات. النقود والمسكوكات دي عملات، تمام، والنقود والمسكوكات لم تعرف في الحضاره المصريه القديمه الا بعد انتهاء العصر الفرعوني. انا بتكلم عموما. طيب دي النقود والمسكوكات بتبقى ليها علاقه بالرمز بتاع الدوله، بشكل الملك، بنوعها، بحجمها، بالحاجات دي كلها، فدي حاجات متخصصه. الاستراقه، طيب الاجابه الصحيحه عند الاستراقه. نفتكر كده الاستراقه هي شقفه فخاريه يكتب ويدون عليها حاجات كتير قوي من للفقير وللمتوسط، وقد يستخدمها الغني اكتر في التدرب والتدريب على الكتابه. كان الانسان الفقير او الطبقه المتوسطه، وبرضه ساعات الاغنياء يستخدموها في التدريب على الكتاب. وكانت برضو تستخدم كوصلات إمانة، عارفين إصالات الأمانة، اللي هو عشان أحفظ حقي عندك إن أنا أعملها أو أكتب أفكاري أو أكتب أي حاجة تخصني. الأستراكة كان لها استخدامات كتير قوي ودون عليها حاجات كتير قوي من الشعب المصري، عشان كده بنقول عليها إنها من المصادر الأولية التي يمكن أن تحتوي على معلومات غير متخصصة. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا من المراجعة. أتمنى نكون سلطنا الضوء على أجزاء من المنهج بشكل عام. إلى هنا أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.